طيب ممكن يعني بما اننا ايقنا تماما اهميه ان احنا نتعرف على صوره الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، ممكن توصف لنا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. وصفه سيدنا هند بن ابي هاله، وصفه سيدنا علي بن ابي طالب، وصفه عدد من الصحابه. اخبروا انه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان ربعه من الرجال، اي ليس بالطويل شديد الطول البائن ولا بالقصير المغط المضغوط، كان منتصف متوسط الطول، وكان بدنه متوسطا ايضا متماسكا صلى الله عليه وسلم. كان وجهه صلى الله عليه واله وسلم مضيئا، ليس بالمدور وليس بالحاد، ولكنه الى التدوير اقرب قليلا. حتى سئل بعض الصحابه هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ قال بل كان كالقمر، اي في الاضاءه صلى الله عليه وسلم. كانت له عينان واسعتان مأطول في آخرهما يزينهما، وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم مكحلتين بكحل القدرة الإلهية، أكحل العينين صلى الله عليه وسلم، أدعش، أي شديد سواد السواد، شديد بياض البياض، فيهما الصفاء. وكان على عينيه حاجبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مقوسين جميلين الهيئة، وقيل أن بينهما اتصال، وقيل لا لم يكن بينهما اتصال. والسبب في الاختلاف قال النور الذي كان بين عينيه صلى الله عليه وسلم. كان له بين عينيه عرق يدفه الغضب، فإذا غضب انتفخ هذا العرق الذي بين عينيه صلى الله عليه وسلم. وكان طويل أهداب العينين، أي الرموش، كانت طويلة رموشه صلى الله عليه وسلم. كان سهل الخد والضاء الجبين، لونه إلى البياض أميل، ليس بالأبيض الأمهق الشديد ولا بالأسمر الشديد، ولكن إلى البياض يميل مشربا بحمرة، أي أزهر اللون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان كث اللحية، نفسي وروحي له الفداء. كان شعره صلى الله عليه وآله وسلم أسودا، وانتقل إلى الرقيق الأعلى في 63 من عمره، وعدد الشعرات البيض التي كانت في شعره وفي لحيته لا تتجاوز 20، قيل 17 وقيل 14 وقيل 12 شعرة، غالبها عند صبغيه وفي عنفقة الشعر أسفل الشفة، وقليل في لحيته. وكان واسع الفم، ضليع الفم صلى الله عليه وسلم، فصيحا إذا نطق، شديد بياض الأسنان كأنها حبات اللؤلؤ كما وصفها الصحابة. كان بين سنتيه ثنيتيه اللتان في المقدمة نوع من الفراغ يسمى الفلج، كان أفلج الأسنان صلى الله عليه وسلم، إذا تبسم أضاء مبسمه صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم كأن الدر يخرج من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. كان شعره صلى الله عليه وسلم إن أطلقه وصل إلى منكبيه، وقيل إلى أذنيه، وإذا وصل إلى المنكبين قصره، كان شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه وسلم، وإذا اعتمر أو حج حلقه جميعه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. كانت عنقه كأنه في الدنيا، كان عنقا براقا جميلا، حتى أنه إذا شده أحد جبذه أي شده من رذائه بعض الأعراب الأجلاف يطلب منه المال، قال حتى رأينا أثر شدته وجبدته في عنقه، كان في صفاء الفضة عنقه صلى الله عليه وسلم. كان عريض المنكبين، ضخم عظام المفاصل مكسوة بلحم، فكان مهابا إذا أقبل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال من رآه أنه أقبل في جيش، وصفوه فقالوا من رآه بصيحة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. إذا التفت صلى الله عليه وآله وسلم لمن يحدثه التفت بكله صلى الله عليه وسلم، يلتفت بكل احتراما وأدبا مع من يتحدث معه. إذا تكلم مع أحد أصراف الأذان والأسماء والصحابة كان على رؤوسهم الطير، وإذا كلمه أحدا لم يقطع على أحد حديثه. كان له شعر صلى الله عليه وآله وسلم على رأس كتفيه، وليس في صدره كثير شعر، وإنما كانت مسربة، أي خيط من الشعر ممتد من لبته صلى الله عليه وسلم من هذا المكان إلى سرته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صدقه، كأنه ينزل من منحدر بغير ارتباك في مشيته صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله. ملأ الله قلوبنا بمحبته وشوقنا إلى رؤيته وأكرمنا برؤيته، وأكرر بخاتم الحلقة لأنك أشرت إليه من الوقت قد أدرك فإنها أوصاف. نبي أمي وعلى